حزب الله اللبناني وبمشاركة الفصائل العراقية نفذ هجوما هو الأكبر على العمق الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر حتى يومنا هذا. وهذا الهجوم لم يأتي من فراغ أبدا، بل هو جاء ردا على عملية اغتيال كبيرة نفذتها إسرائيل في 48 ساعة الماضية على أحد المباني في الضاحية الجنوبية في بيروت. دمرت إسرائيل هذا المبنى بالكامل، الأمر الذي اتضح بأنه أدى إلى اغتيال إبراهيم عقيل وهو رئيس منظومة العمليات وقائد قوات الرضوان، بالإضافة إلى مقتل أبو حسن سمير قائد وحدة التدريبات لقوات الرضوان و16 عنصرا آخرا من قوات الرضوان كانوا مجتمعين سوية في هذا المبنى في إحدى النقاط الموجودة في المبنى. وقوات الرضوان التي نتحدث عنها هي قوات النخبة في حزب الله اللبناني، وهذا الأمر أزعج حزب الله كثيرا بسبب أن أغلب القيادات العليا لحزب الله وقوات الرضوان والمرتبطة بشكل مباشر بالأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله قتلوا، ولم يتبقى إلا قائدين فقط هما على قيد الحياة، الأمر الذي دفع حزب الله اللبناني لرفع الأعلام الحمر بهذه الطريقة من أجل الانتقام لإبراهيم عقيل. لكن إسرائيل انتبهت تماما بأن هنالك تحركات للمنصات الصاروخية ولحزب الله اللبناني وأن حزب الله يعد لانتقام خطير للغاية. هو الأمر الذي دفع إسرائيل في نهاية المطاف لتنفيذ ضربات استباقية على حزب الله في العمق اللبناني كما تلاحظون هنا بعد ملاحظاتهم لهذه المسألة. وهذه الضربات كانت عبارة عن 110 غارة تقريبا ضربت أكثر من 100 هدف في الداخل اللبناني كما نلاحظ في جنوب لبنان عند النهر الليطاني وفي شمال النهر الليطاني من أجل إفشال هذا الهجوم. وكانت هنالك لقطات مصورة من الطائرات الإسرائيلية نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية لطبيعة هذه الضربات، أيضا لقطات من الأرض هذه الانفجارات. تلاحظ نحن أمام فعلا صواريخ هي التي تضرب، منصات صاروخية وبنى تحتية عسكرية واضحة من قبل الجانب الإسرائيلي. وانتشرت العديد من اللقطات طبعا والصور من الأرض لطبيعة هذه الانفجارات الكبيرة. لكن مع ذلك حزب الله اللبناني ورغم كل ما تعرض له من ضربات استباقية إسرائيلية إلا أنه كان قادرا على إطلاق ما يقرب 150 صاروخا على إسرائيل. ومن هذه الصواريخ التي استخدمها الحزب هي فجر 5 ونوعين من هذه الصواريخ، فادي 1 وفادي 2 تحديدا، وهي من الصواريخ البعيدة المدى بالإضافة إلى صواريخ الكاتيوشا. لاحظ أن لا زال لدى حزب الله اللبناني الكثير من الصواريخ التي تعتبر هي أخطر وأقوى من هذه الصواريخ، وجاءت صافرات الإنذار بهذا الشكل على العمق الإسرائيلي. لاحظ هنا أن الصواريخ وصافرات الإنذار جاءت بالقرب من حيفا، توسعت بشكل أكبر من حيفا، بل أنها وصلت إلى نزاريث هنا وبعدها وصلت إلى أفولا. لاحظ كيف توسعت الأمور وحتى وصلت إلى جنوب حيفا، تعدتها تماما. وكانت هنالك لقطات مصورة لطبيعة هذه الاستهدافات التي ضربت عددا من النقاط في نزاريث وغيرها من النقاط التي رأيناها. أغلب الصور والمقاطع المصورة تظهر مناطق مدنية هي التي استهدفت، أضرار كبيرة طبعا لحقت بهذه المنطقة، لكن ليس واضحا حتى هذه اللحظة ولا إثبات واحد بأن هنالك نقطة عسكرية قد ضربت بالفعل من قبل حزب الله اللبناني. وكانت هنالك صور أيضا ترى أن هنالك عدد من الضربات والأذى والضرر الذي قد طال هذه المنطقة بشكل عام. وأيضا كانت هنالك صواريخ قد سقطت على مساحات مفتوحة أساسا في إسرائيل هنا على سبيل المثال، لكنها تسببت في قطع التيار الكهربائي وضرب إمدادات الطاقة باتجاه أفولا تحديدا. بالتالي إذا ما أخذنا هذه المنطقة بشكل عام سنرى أن واحدة من أهم النقاط التي استهدفها حزب الله اللبناني وقد أعلن عن هذه المسألة بشكل رسمي هي قاعدة رماد دافيد. هذه هي المنطقة التي كانت هدفا، هي منطقة أو هي قاعدة تعتبر ثالث أهم قاعدة جوية لدى إسرائيل. وكذلك أن هنالك العديد من الطائرات المسيرة التي تنطلق من هذه القاعدة لتنفذ عمليات في داخل لبنان وكذلك في داخل سوريا وفي جبهات أخرى، بالإضافة إلى أنها تعتبر قاعدة مهمة ورئيسية لطائرات F-16C والF-16D. وكانت هذه القاعدة وكان في هذه القاعدة قبل 4 أيام بشكل مثير للانتباه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت كان موجودا في هذه القاعدة. هذه الصورة أساسا من قاعدة رماد دافيد، وقال بأن إسرائيل بدأت تنقل الثقل من الجنوب إلى الشمال وبدأنا نستعد لهذه المعركة. وإذا ما أخذنا صورة جوية لهذا الموقع واضح جدا أن حزب الله اللبناني عندما قام بتنفيذ هذه العملية بشكل عام هو لم يستخدم كل ترسانته الصاروخية القوية، لكن
ما استخدم من صواريخ فجر 5 كان قادرا على الوصول وكافيا للوصول إلى مسافة أكثر من 50 كيلومترا، بل وصلت تقريبا إلى 60 كيلومترا. هذه أبعد مسافة يتمكن حزب الله اللبناني من استهدافها في العمق الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر العام الماضي حتى يومنا هذا. وتلاحظ هنا بأننا أمام قاعدة رامات رافيد هنا، وكذلك انقطع التيار الكهربائي من أفولا، والعديد من هذه النقاط قد سقطت عليها الصواريخ في مساحات مفتوحة وبعض المدن أيضا. ولا بد من الانتباه إلى حيفا تحديدا التي سقطت أيضا باتجاهها عدد من الصواريخ إلى شمال حيفا. وبهذه المسافة نرى واضحا ويبدو الأمر واضحا من قبل حزب الله اللبناني أنه يريد أن يرسل رسالة لإسرائيل أن الضربات أصبحت قريبة للغاية ونحن قادرون على تحقيق ضربات فعالة باتجاه المنشآت النفطية. إحدى أكبر المنشآت النفطية هنا في حيفا موجودة، منشأتين كبيرة هنا في هذه المنطقة، بالإضافة إلى ميناء حيفا الاستراتيجي للغاية، خاصة بعد كل العمليات التي قامت بها جماعة الحوثي باتجاه السفن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. طبعا أصبحت إيلات بلا سفن وبلا حركة تجارية، وبدأت إسرائيل تعتمد بشكل كبير على ميناء حيفا تحديدا، وبالتالي حيفا انضرب على سبيل المثال هذا الميناء واستهدف من حزب الله وضربت هذه المنشآت النفطية. يعني إسرائيل ستدخل بمشكلة حقيقية وسيزداد الوضع الاقتصادي سوءا ويصبح أسوأ مما هو عليه. وحزب الله لم يستخدم كل الصواريخ كما نتحدث هنا ليحقق مثل هذه الرسالة أو حتى أن يحقق مثل هذه الضربة في المستقبل. ولا بد أن لا ننسى أن المدنيين الذين نزحوا من الإسرائيليين من شمال إسرائيل كلهم تقريبا اتجهوا إلى هذه المناطق، وها هو حزب الله يضرب هؤلاء المدنيين هنا ويستهدفهم ويوضح بأن الأمور لن تكون سهلة أبدا وبأنه حاضر لتحقيق كل هذه المعادلات المعقدة تماما على إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك إلى أن حزب الله إن استخدم كل ترسانته الصاروخية فهو ليس قادرا فقط على الوصول إلى حيفا على سبيل المثال أو القدس أو غيره، وإنما هو قادر على الوصول باتجاه مناطق مهمة للغاية ألا وهي نتانيا وتل أبيب وكذلك أسدود. هنا هذه المناطق هي تعتبر مناطق رئيسية وحساسة للحكومة الإسرائيلية، للمخابرات الاستخبارات الإسرائيلية، كل شيء مرتبط بالطاقة أيضا هو موجود هنا. وحزب الله قادر بحسب ما يتحدث عنه ومن القدرات الصاروخية الواضحة له، هو قادر على استهداف كل هذه المناطق إذا ما بدأت الحرب ضد حزب الله اللبناني. وما هو مثير بهذه المسألة هو أن الفصائل العراقية كانت حاضرة أيضا صباح هذا اليوم مع هذا الهجوم لكي يهاجموا أيضا الشمال الإسرائيلي. كان هنالك بيانا من هذه الفصائل العراقية أكدت بأنها استخدمت طائرة مسيرة قد هاجمت إحدى القواعد الموجودة في شمال إسرائيل باتجاه بحيرة طبرية تقريبا، وكانت هنالك فعلا صافرات إنذار قد ظهرت هنا لدى الجانب الإسرائيلي، وإسرائيل أكدت فعلا أن هنالك طائرة مسيرة كانت قادمة من العراق باتجاه شمال إسرائيل وتحديدا مرتفعات الجولان وتمكنوا من إسقاطها. لا بل إن أفخاي أدرعي كان قد أكد أيضا بأن هنالك صاروخين قد جاءت، هو في حقيقة الأمر قال هدفين جويين مشبوهين هي التي كانت قد اتجهت مباشرة على إسرائيل أيضا من مرتفعات الجولان، وأكد بأنها كانت قادمة من العراق. الأوساط الإسرائيلية بعد ذلك أكدوا بأنها كانت عبارة عن صواريخ هي التي حاولت أن تضرب العمق الإسرائيلي، بالتالي كانت هنالك مشاركة من العراق في هذه العملية. بشكل عام هذه الظروف، ما هو قادم من حزب الله، ما هو قادم من العراق، جعل إسرائيل الآن أن تغير وضع الأمني والوضع الأمني في شمال إسرائيل. الجبهة والقيادة الداخلية الإسرائيلية اتخذت عددا من الإجراءات في هذه المنطقة كما ترون، وأكدت وطلبت مباشرة بل أصدرت أوامرا بتوقف المدارس، كذلك منعت التجمعات، أكثر من 10 أشخاص ممنوع أن يقفوا سوية في أي منطقة مفتوحة، وكذلك ممنوع على 100 شخص أو ممنوع أن يكون هنالك 100 شخص في مبنى واحد، وكذلك من يمتلك محلا أو مكتبا أو غيرها يستطيع العمل بشكل طبيعي ولكن يجب أن يكون قريبا من إحدى الملاجئ في هذه المنطقة، وإلا ممنوع هذا الأمر ويجب أن يغلق محله. وهذا طبعا يأتي مع
تحضيرات إسرائيلية مستمرة وتحشيدات قد ظهرت اليوم بهذا الشكل بعض المدرعات والدبابات الإسرائيلية. هذه المدرعات ترونها أكدت المصادر الإسرائيلية بأنها تتجه إلى الجبهة الشمالية مستعدة للبدء بالمعركة ضد حزب الله اللبناني. ولا بد أيضا أن نرى ما الذي قاله بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي قال اليوم لقد وجهنا لحزب الله في الأيام الأخيرة ضربات لم يكن يتصورها أبدا، وإذا لم يفهموها أو لم يفهموا الرسالة بعد فأنا أضمن أنهم سوف يفهمونها قريبا جدا. بالإضافة إلى ذلك إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كما أكدت ستارز أند سترايبس أرسلت الآن هاري ترومان حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة لكي تنضم جنبا إلى جنب مع إبراهام لينكولن. لاحظ أنت هنا إبراهام لينكولن هي الآن متوقفة هنا في خليج عمان باتجاه إيران، وبالتالي يو اس اس هاري ترومان ستأتي بشكل واضح إلى هذه المنطقة لكي تضبط إيقاع المنطقة. أي شيء قادم من إيران ستكون حاملة الطائرات إبراهام لينكولن حاضرة لعملية التصدي ومهاجمة الأهداف في إيران، وكذلك هاري ترومان ستكون حاضرة للتصدي لأي شيء ممكن أن يكون قادما على سبيل المثال من سوريا من العراق، مع القواعد الكثيرة طبعا الموجودة لدى الولايات المتحدة في المنطقة بشكل عام. بصورة عامة هنا واضح جدا أن الجانب الإسرائيلي يستعد لهذه العملية على المستوى العسكري، ويعلمون تماما أن حزب الله اللبناني الآن لديه ترسانة صاروخية كبيرة للغاية، ولكن أيضا إن بدأ باستخدام هذه الصواريخ فأنه سيكشف المواقع الخاصة به، ستكتشفها إسرائيل وكذلك ستكتشفها الولايات المتحدة بريطانيا حلفاء إسرائيل وغيرهم، وسيعطون كل المطلوب والمعلومات المطلوبة لكي تأتي إسرائيل وتضرب المزيد من هذه القدرات الصاروخية لتستنزفها بشكل أكبر. وإسرائيل الآن أساسا بدأت تستهدف المنظومات الدفاعية الخاصة بحزب الله اللبناني في الداخل، وهذا يوضح تماما بأنها تعد لعملية التقدم، لأن ضرب المنظومات الدفاعية الخاصة بحزب الله هي تهيئ أيضا للمروحيات أن تساند بهذه العملية، تحديدا الدبابات الإسرائيلية والجنود الإسرائيليين لكي يقوموا بتحقيق عملية التقدم إلى الداخل. وحزب الله وإن كانت لديه هذه الترسانة الصاروخية الكبيرة إلا أن إسرائيل ترى تماما بأن لديها منظومات دفاعية قادرة للتصدي لها، كذلك أن تقريبا 50% من هذه الصواريخ أما تسقط في مساحات مفتوحة أو تسقط على مدن مدنية، بالتالي التأثير المباشر العسكري لهذه الصواريخ حتى هذه اللحظة ليس حاضرا. وإسرائيل تستغل كل موجة صواريخ تأتي من حزب الله، يكتشفون المواقع ويقومون بضربها، بالتالي هي عملية استنزاف مستمرة وأضعاف مستمر لحزب الله قبل البدء بعملية التقدم باتجاه جنوب لبنان. ومن الممكن أن تحدث في أي لحظة، ومن الممكن للأمور أن تتطور بشكل كبير خلال الساعات القادمة.